السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ازود سرعة الجهاز واحسن من اداؤه؟ الخطوة الاولى سي كلينر. طبعا دي مجموعة خطوات انا هعملها، هناخد في كل حلقة خطوة منهم نشرح بيها طريقة من طرق زيادة سرعة الجهاز وتحسين اداؤه. طبعا في شكوى عامة دايما من موضوع قلة سرعة الجهاز، ده غالبا بيكون سبب الشكوى ده اهمال الشخص وعدم متابعته للجهاز وعدم عمله صيانة دورية. تمام، فاحنا عندنا اهم بارتيشن في الكمبيوتر كله هو بارتيشن السي. ده البارتيشن ده هو اللي فيه كل ملفات نظام التشغيل. طبعا ده موجود عندنا كلنا، بيبقى موجود فيه الويندوز وملفات البرامج وكل الملفات اللي انا محتاج عشان اشغل الجهاز. فانا في برنامج اسمه سي كلينر بنجيبه من على الانترنت وبنسطبه بكل سهولة. لو فتحت كلمة ستارت هو ده البرنامج، بضغط عليه. طبعا في نسخ منه مجانية زي النسخة اللي انا مسطبها دي نسخة مجانية بتحملها من على الانترنت بكل سهولة. بعدين الحاجات دي ممكن ما تلعبش فيها اصلا، يعني ممكن تسيبها زي ما هي. هو معلم على الحاجات الاساسية اللي بتوفر في مساحة في السي لاداء افضل للجهاز. يعني السي ده بيبقى مليان ملفات كتير من تصفحك للانترنت، من ملفات اشتغلت عليها قبل كده واتحفظت على الجهاز وبعد كده انت ما استعملتهاش، حاجات كتير من هذا القبيل. طبعا كل ده بيقلل استهلاك الجهاز. فالسي كلينر بينظف السي من الملفات اللي ملهاش لازمه. ده وظيفه البرنامج. طبعا انا بفتحه ما بعملش اي حاجه في البرنامج غير خطوتين. اول خطوه بعمل انالايز. بعد ما اخلص انالايز بيطلع لي النتائج اللي هي ان انا عملت الانالايز ده في 100 ثانيه، واللي هي ان انت عندك المساحة الفلانية اللي هي 485 ميجا بايت ممكن ان هي تتشال لان هي ملهاش لازمة. تمام، فانا بعمله بعد الانلايز ده بعمله ران كلينر عشان يشيل لي النص جيجا دول اللي ملهمش لازمة. انلايز واعمل له اوكي. طبعا كده زي ما قدامنا بيعد حذف المساحة اللي ملهاش لازمة. وبكده نكون نظفنا السي من الملفات اللي قديمة واللي ما بتستخدمش، وبالتالي ده بيوفر في السي مساحة وده بيساعد الجهاز على تحسين أدائه. وبكده نكون عرفنا أول خطوة من العشر خطوات اللي هنقولهم علشان نحسن أداء جهازنا. كده 500 ميجا اتشال. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وتابعونا على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب www.youtube/ازاي كليب. والسلام عليكم.